بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام في كل مكان. نحييكم تحية طيبة عبر شاشتكم السعودية الرياضية، وأسعد بصحبتكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم حديث الذكريات. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن السماري، الكاتب الاجتماعي والرياضي المعروف والشخصية الرياضية المعروفة. مرحبا فيكم أستاذ. يا هلا والله سهلا، حياكم. سعداء جدا الحقيقة باستضافتك معنا في هذا البرنامج، شكرا لك على استضافتنا في منزلك. وأنا سعيد أصلا بزيارتكم، وشاكر ومقدر لكم وجميع العاملين في هذا البرنامج الجديد. وقبل البداية أشكر الزملاء في القناة على ما نشاهده من تغيير ومن تطور في كل المجالات، ونتمنى التوفيق لقناتنا الوطنية. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في طرح المحاور هذه الحلقة، نستأذن ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن السماري، ونستأذنكم أنتم في تقرير عن ضيفنا في هذه الحلقة، وبعد ذلك نعود لاستكمال هذا الحوار. كثر أولئك الذين يكتبون وقلة منهم يبدعون، الكتابة ميدان وفي هذا الميدان يتبارى الفرسان، كل يجرب مداده لكن الإبداع صعب من ينال وداده، ولأن امتطاء الكتابة أمر يسير فإن الإبداع والإقناع بالتأثير أمر عسير. ضيفنا كاتب وناثر، وقد يقال في كتابته شيء من الشعر والنثر المختلط، كاتب جاد وقلمه بتار وحاد، يصنف من جيل الرواد والصحيح أنه استاذهم. في كتاباته تجتمع المتناقضات، عاصر الأجيال ففاز بالإجادة في كل الكتابات، يكتب رياضة وتارة يلامس بلذعاته هموم المجتمع. حين نذكر اسمه سنتوقف، إنه الكبير وأستاذ الرواد عبد الرحمن السماري. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. الحقيقة أستاذ عبد الرحمن، الحديث معك يعني ذو شجون، والحقيقة إحنا أمام تاريخ رياضي وأمام تاريخ اجتماعي كبير. نتحدث عن الجانب الرياضي أو نتحدث عن الجانب الاجتماعي، نتحدث عن عبد الرحمن السماري كشخصية رياضية وكاسم كان في أول مجلس إدارة لأكبر نادي في آسيا اللي هو نادي الهلال، أم نتحدث مع الأستاذ عبد الرحمن السماري الكاتب الاجتماعي المعروف والمعد المعروف وصاحب الحقيقة الإعداد والتقديم في التلفزيون السعودي مع بداية تأسيسه. خلينا الحقيقة نبدأ في البداية مع الأستاذ عبد الرحمن السماري كرياضي وذكرياتك مع الرياضة. لابد أن نبدأ مع تأسيس نادي حصل في الفترة الأخيرة على لقب نادي القرن في آسيا اللي هو نادي الهلال. هذا النادي العريق، يليت تعطي سادة المشاهدين فكرة مبسطة عن قصة تأسيسه. والله يعني تأسيس نادي الهلال مثل تأسيس أي نادي سعودي. نعم. وكما هو لا أقول معروف غير معروف عند الكثيرين، كانت بداية الأندية. نعم. بداية يعني بسيطة، يعني فرق في مزاولة اللعبة. نعم. في إحياء الرياض، نتكلم عن منطقة الرياض. نعم. ومع الاستمرار ومع هذا يعني تطورت فأصبحت أندية، يعني مسميات أندية. نعم. بلا مقرات وبلا، كان أولا مقراتهم في بيوت بعض يعني المتحمسين للعبة هو. نعم. وبعدها تأسست الأندية وطلعت أسماء الأندية، وإحنا نتكلم يعني في نادي الهلال. أنا أتكلم سؤال لأني كهلالي أتكلم عن، وأنا يعني أعرف كل تاريخ أندية منطقة الرياض تحديدا. نعم. يعني بداية الهلال كانت بداية يعني بسيطة، وكان خلف البداية من بدايتها هو الشيخ الله يرحمه عبد الرحمن بن سعيد. نعم، رحمة الله عليه. كان نادي في يزاول يعني تمارينه في الأحياء، ثم انتقل إلى خارج منطقة الرياض أو في حدود منطقة الرياض، كانت منطقة الملز والمناطق هاي تعتبر يعني أحياء بعيدة عن. نعم. يعني للسكان. نعم. عن كثافة السكانية. نعم. ف يعني كانت الأندية يعني نادي الهلال يعني تأسس في مقر شعبي صغير. نعم. في حي من أحياء مدينة الرياض اسمه حي حوطة الملك خالد. نعم. يعني غرب شارع الوزير الملك فيصل، بيت صغير جدا جدا. نعم. بعد فترة انتقل إلى
شارع الظهيرة تقريبا هو أول بداية للنادي، وبعد شارع الظهيرة إلى يعني المنطقة حول منطقة محطة التلفزيون، نعم. ثم بعد إيش جت مقرات الأندية وانتقل، نعم. لكن كانت بداية الهلال يعني أول في تأسيسه يعني كان عايش الله ثم على نفس الأعضاء نفس العاملين بالإدارة، نعم. كان هو المسؤول عن كل شيء، عن الإيجارات وعن مصاريف اللاعبين وعن كل شيء، نعم. ناس محبين فعلا للنادي يدفعون من جيوبهم، نعم. يدفعون من جيوبهم إلى أن يعني وجد هذا النادي الكبير. طبعا مع تغيير الأسماء وتغيير هذا مع التطورات اللي حصلت يعني كان اسمه الأولمبي، من الأولمبي تحول إلى الهلال، نعم. إيه واستمر طبعا هذه القصة أبو سعد، إيه؟ تحول الاسم الهلال، ليت تعطي سادة مشاهدي فكرة عنها برضه. وكان يعني أنا قلت لك التاريخ يعني التاريخ طويل لو تتكلم، إحنا قلنا نعم. قلت تقول باختصار، نعم. وكان اسمه أول ما أسس اسم الأولمبي، طبعا الاسم الأولمبي كان يعني غريب يعني، يعني كثير هي من كلمة أولمبيك، أولمبي كلمة نعم. أولمبي كان الملك سعود الله يرحمه هو حضر مباراة يعني استغرب، نعم. كيف إنه اسمه الأولمبي، سأل عن اسم الأولمبي في أمر بتغييره، نعم. الاسم ما حدد اسم، نعم. طلب قال يغير اسمه، فوضعوا اسماء منها الهلال والوحدة، وافق على اسم نادي الهلال، أن نعم. يكون اسم نادي الهلال بأمر الملك سعود، نعم. طبعا في تنافس بين الهلاليين وبين الأهلاويين على اللقب الملكي، الأهلاويين يقولون نحن أصحاب هذا اللقب بحكم حصلنا على كؤوس الملوك أكثر من الهلال، والهلال يقول نحن أصحاب هذا اللقب لأنه سمانا ملك. وجهة نظرك يا أبو سعيد؟ والله أول شيء يعني الخلافات هذه مستمرة، نعم. خاصة فيما يتعلق بالأمور، لكن الشيء واضح، نعم. وهذا اللوم يقع على الإعلاميين، الإعلاميين هم المسؤولين يا خالد، هم المسؤولين عن تاريخ الأندية، وهم مسؤولين عن كلمة الحق، نعم. وهم مسؤولين عن إنصاف الأندية، يجب أنك تكون صادق، نعم. ليس عيب مثلا أن يكون النادي الملكي إذا كان يستحق أو لا أي لقب، لكن تجد نادي الملكي كانوا ثلاثة أندية أول نادي، نعم. الملكي، وبعدين الآن الأهلي الملكي والهلال، لكن بالصح باسم مسمى الملكي، نعم. إذا كان سمي الهلال باسم إيش؟ بأمر الملك سعود الله يرحمه، نعم. وغير كذا أنه فاز بكأس المؤسس، أول كأس للمؤسس فاز بالهلال كل 100 سنة، إذا من هو الملكي؟ يعني مع احترام النادي الأهلي بأي شيء، من يعني وش دليلهم وش حجتهم أنهم يصيروا نادي ملكي؟ هي مسألة بلجلجة وإعلام ومشي، لا هو النادي الملكي هو نادي الهلال اللي أسماه صدر باسم الملك سعود، نعم. أضف إلى ذلك كأس المؤسس هو أول كأس فاز به نادي الهلال ولمدة عام، نعم. هذا هو، لكن عاد تبقى هي وجهة نظر أبو سعد. نتحدث أبو سعد عن تأسيس نادي الهلال، هو تأسس في عام 1377 صحيح؟ الهلال يعني مو بيعني انك هلالي، يعني يسعدني ويشرفني الانتماء لهذا النادي، نعم. واني احد مؤسسين هذا النادي، وكل يعني منتمي لاي نادي يفتخر بنادي يشجع نادي، نعم. واي انسان مهما كان مركزه ولا موقعه ولا يعترف ميوله هذا غير رياضي ودخيل على الوسط الرياضي، نعم. ليس عيب ان تعترف ميولك، نعم. بس هم يحاسبونك على كلامك مو على ميولك انت، نعم. كل ما تكون محبوب ومحترم عند الناس عندما يعرفوا ميولك وتنصف الأندية الأخرى، هذا الشيء اللي حاصل. وأنا دائما أقول كلمة الحق، وكثير يعني لا يعجبهم يعني، ولهذا دائما خلاف في البطولات وخلاف في التأسيس وخلاف إلى الآن لا زال مستمر، إيه. لكن نادي الهلال يعني النادي الوحيد، وأقولها على الهوى ما أقولها والله في استراحة ولا في ملحق علشان أجامل، هو النادي الوحيد اللي في تأسيس الصحيح باليوم والشهر والسنة، نعم. هذا من ناحية التأسيس، نعم. أضف إلى ذلك بطولاته، ما فيه أي شك في أي بطولة من بطولاته، كل بطولات رسمية واستلمها من المنصة. طيب أبو سعد، معروف أن الأستاذ عثمان بن سعيد كان رئيس لنادي الشباب صحيح، وبعد ذلك أصبح رئيس النادي الهلال، قصة ترك الأستاذ عبد الرحمن لنادي الشباب وتوجه لإنشاء نادي جديد باسم نادي الهلال. تاريخ الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الله يرحمه طويل الحقيقة، نعم. له بصمة على الحركة الرياضية ليس في المنطقة الوسطى بل في مناطق أخرى، نعم. غالبية الرجل، لكن خلنا منطقة الرياض، هو أول من أسس نادي الشباب، نعم. وكان رئيس لنادي الشباب، ومع الأسف اللي يسمون الآن
نقاد ومحللين وفي القنوات الرياضية مع الأسف كلني غلط، كلني يزور، كلني يكذب، كل واحد متروك على كيف يعني. لما يقول لك الله الهلال خرج إيش انفصل من الشباب، وفيه بعد والله الواحد يتبجح خرج من رحم الشباب نادي الهلال. نعم يعني مش كذا مواليد هي مش كذا. أنت لما ترأس نادي وهو عبد الرحمن بن سعيد كان رئيس نادي الشباب، نعم اختلف الخلافات ما راح نتحدث عنك، لكن اختلف مع الإدارة واستقال وترك نادي الشباب قائم نادي الشباب. نعم راح وأسس نادي آخر. هل هذا النادي اللي أسسه طالع من نادي الشباب؟ نعم هو شخص أسس نادي. نعم راح وأسس نادي الأولمبي اللي هو نادي الهلال أصبح نادي جديد. نعم وش علاقة الهلال بنادي الشباب؟ شخص انت اذا عضو شرف يعني مش اسمه انه يعني عضو شرف بنادي النصر ورحت نادي الشباب رئيس نادي الشباب صرت خارج من نحم النصر الشباب. طيب هذا هو جاء واسس نادي اخر منافس نادي الشباب اللي هو نادي الهلال. وهذا نادي الهلال قائم مستقل ما له اي علاقه باي نادي اخر. وهذا يعني الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الحقيقه يعني مهما تكلم هذا الشخص اللي يعني يستحق تكريم الحقيقه. هذا الشخص لم يكرم حتى الان. طبعا الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله عليه يمكن كانت يديه بيضاء ليس فقط على نادي الهلال، انديه اخرى دعمها الاستاذ عبد الرحمن. دعم انديه كان يدعم الانديه ويدعم لاعبين هو نفسه هو. كانت كل الانديه المسؤولين عن الأندية قبل تأسيس الأندية كلهم عند عبد الرحمن بن سعيد 24 ساعة. يمكن كان في مجلس إدارة نادي الأهلي في وقت من الأوقات. كان نفس الأهلي هو كان في النادي الأهلي من الأول. نعم. لكن يوم جاء في الهلال واستقر في الرياض واستقر بالرياض. نعم. صار مسؤول أنا، لكن من البدايات كان يدعم الأندية بما فيها نادي النصر، أكبر داعم لنادي النصر في ذاك الوقت هو عبد الرحمن بن سعيد. طيب ابو سعد ما كنتوا تخشون عندما تحول يعني الاستاذ عبد الرحمن بن سعيد انشا نادي جديد باسم الهلال؟ قبله كان في موجود نادي النصر، في موجود نادي الشباب، في موجود الاتحاد الاهلي، ما كنتوا تخشون انه في صعوبه في ايجاد قاعده جماهيريه لهذا النادي؟ والله شوف ما حد اي نادي اصلا جذب الجماهير وانتماء الجماهير ويجون مع النادي اللي له انجازات له بطولات هي مع بدايه. نعم اي نادي بداياته يبدا بطولات يبدا يجيه الجماهير. نعم. فبدايه الهلال كان اول بداياته في اول موسم باسم الدوري السعودي نادي الهلال 80-81 فاز باول دوري سعودي امام الوحده. نعم. هذا كان بدايه شعبيه الهلال. فكان دائما انتصارات فكان ايش؟ زياده جماهير الهلال. نعم. كان في انديه لنادي الشباب. عندي نعم. يعني النصر كان اللي صعد بعدين مع كما كان اول مع الفرق الاولى، لكن عندما صعد يعني كان في ملعب الصايغ، كان ملعب الصايغ يعني اول ملعب ترابي. نعم. لا اناره ولا حتى زراعه. المباريات في العصر ولو صار في وقت اضافي بعد العصر ويرشون مويه الوايتات عشان الغبار اللاعبين. نعم. لكن نترك هذا كله، هذا شيء معروف، لكن ما في الا مدرجيه في ملعب الصايغ وفي الملاعب كلها. نعم. مدرج الهلال ومدرج الشباب. مدرج يمين المنصة مدرج الهلال ويسار المنصة الشمالية مدرج الشباب. نعم. أنا ما أدري كيف اختفى الشباب وراح الشباب وانتقل مدرج الشباب للنصر. نعم الآن النصر لديه يعني قاعدة جماهيرية كبيرة. ما ننكر قاعدته، لكن يوم يجي النصر ما له مدرج، يعني يوم صعد درجة أولى ما له مدرج. لكن مشجعين الشباب ومدرجهم راحوا للنصر، ومشجعين الرياض راح قوهم راحوا كلهم مع النصر انقسموا صاروا ايش؟ لكي ينتم بالهلال طبعا كل بطل وكل صاحب محسود الهلال كان دكتين جماهير يبون اي شيء يهزم الهلال فراحوا واحتلوا مدرج الشباب واستسلموا رجعوا في الاخير طالبوا بمدرجهم لكن ما عندك الجماهير علشان هو الدعم الجماهير ما عندك جماهير عشان نعم ابو سعد طالما تحدثنا عن قصة تأسيس الأندية يعني الهلال دائما في مقولة يقول ولد بطلا هذا النادي يعني لم يتأخر في تحقيق الإنجازات بعد ما أسس في سنوات قليلة تحققت البطولات كيف تحقق هذه البطولات بهذا الشكل السريع؟ والله إذا يعني تحققت بطولة أول شيء لوفق في إدارته. نعم. أي إدارة من رئيسها أي إدارة. نعم. فالهلال وفق بإدارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة معه كلهم عاملين في النادي كلهم يعملون من أجل مصلحة النادي. أضف إلى ذلك
بحثهم عن اللاعبين يروحون للاحياء، كان ابن سعيد الله يرحمه يروح يبحث عن اللاعبين في الاحياء ويجيبهم ويدربونهم ويعطيهم من جيبه مكافآت يشجعهم. وهذا ايش اللي حقق بطولات الهلال؟ محبه كان الولاء والمحبه وكل شيء من اجل كيان الهلال. ما فيش اشخاص، مع الاسف هلال الان غير هلال الامس. الان ما عاد فيه، الان مع الاسف الان ما تغير الاعلام، تغير كل شيء بالنسبه للهلال، صار الولاء للاشخاص. وصار سنتعمق في هذا الجانب، سندخل البيت الهلالي سابقا وحاليا ابو سعيد، ولكن في قضيتين شغلت الشارع الرياضي، وانت كمؤرخ رياضي وشاهد العصر بالنسبة للرياضة في المملكة العربية السعودية، هناك قضيتين مشغلة الشارع الرياضي: البطولات الأندية وتأسيس بعض الأندية. أنت بحكم تواجدك في المنطقة الوسطى وخبرتك الكبيرة، ذكرت لي قصة تأسيس نادي الهلال وكيف انفصل من نادي الشباب، أو الأستاذ محمد السعيد أسس نادي آخر، نادي النصر. يعني بحكم أنك رياضي ومؤرخ، كيف تأسس نادي النصر؟ أو من هو مؤسس نادي النصر؟ والله شوف، نادي النصر ناس من اللي شاركوا في تأسيس نادي النصر وترأسوا نادي النصر الآن موجودين، ومع الأسف أنهم ما يتكلمون لشيء واحد. يعني مستحيل تقنع أي شخص أو أشخاص إلا النصراويين، لن تقنعهم تأسيس ناديهم ولا برئاسة ناديهم ولا بصعود ناديهم ولا ببطولات ناديهم، مستحيل في أي شيء. لا خلنا نكون واقعيين، نحترم نادي النصر، احنا كنادي سعودي خلاف، لكن هذا لا يعني انك ما تنتقد ما تتكلم. انت تسالني عن شيء عايشته وانا المسؤول عنه، هو سؤال محدد. هذا محدد لك. احنا مع الاسف احنا ايش اذا صار مؤسس النادي مثلا يعني غير سعودي او انه له دور ما نستعيب، بالعكس احنا كانت تربويين مو بحب كوره، كان يدرسنا غير سعوديين. الدولة كلها يعني قامت بالاستعانة يعني بخبرات الأجنبية، يعني ما هو عيب أبدا. كذا شخص بذل جهده ومن ماله ومن وقته، اللي هو أحمد البربري السوداني، هذا هو المؤسس الوحيد لنادي النصر. إلى درجة حتى جاء وقت التأسيس وهو رئيسه. يوم جاء وقت التأسيس كانت تبع وزارة المعارف. تحولت من وزارة الداخلية وزارة المعارف، اللي هو تأسيس ايش الان تسجيل الأندية تنشي رسمية. راح وراجع وقالوا له يجب أن يكون المؤسس سعودي. هذا نتكلم بكلام مجالس احنا عايشينه. قالوا لأحمد البربري أنت غير سعودي، شفنا مؤسس سعودي، رفضوه اللجنة الموجودة في وزارة المعارف المسؤول عنها. يسجل رسميا؟ يسجل رسميا تسجيل من الأندية. سبعين ثمان سبعين. جاء مين أنت موجود؟ الوهابي، وموجود عبد الله مختار. فجابوا عبد الله مختار وعبوا الاستمارة باسم مين؟ عبد الله مختار كسعودي على اساس انه مؤسس نادي النصر. وسجل بدل احمد البربري عبد الله مختار، اول ما سجل اسمه باسم عبد الله مختار. انت يا نادي النصر اللي هو تأسس. جو ناس قالوا والله تأسس مشكلة نادي النصر، اذا مات الواحد قالوا مؤسس، لكن يوم انه موجود حي ما يتكلم انه مؤسس. كل ما مات واحد قالوا هو المؤسس. نعم، على كل حال هذه قضية أشغلت الشارع الرياضي، حابين ناخذ رأيك فيها بحكم أنك مؤرخ رياضي، هذه وجهة نظرك أنت أستاذ عبد الرحمن. طبعا لابد أنه بيكون معنا في الحلقات القادمة إحدى الشخصيات النصراوية، سنسأل نفس السؤال: من أسس نادي النصر؟ تحدث عن تأسيس نادي النصر، لابد أن نذكر شخصية كبيرة دعمت هذا النادي ووقفت معه حتى أصبح من أكبر الأندية السعودية، الأمير عبد الرحمن بن سعود. حدثنا عن هذه الشخصية وذكرياتك معه أبو سعد. وقبل الامير عبد الرحمن بن سعود، اول شيء فيه دور يعني لا احد ينكر، محمد سعد الوهيبي، لعيال الجبع الله يرحمهم، لابو حيدر وعبد الله مختار، كل هذول ساهموا. وعيال النفيسه ما حد ينكر دورهم في بدايه نادي النصر اطلاقا. هذا كلهم وقفوا مع النصر، كانوا يدعون النصر. هذا قبل ايش يجي عبد الرحمن بن سعود. جاء الامير عبد الرحمن بن سعود، فتغير كل شيء في اداره وكل شيء. انتقل، يعني كانت بدايته اللي هو انتقاله من درجة ثانية إلى الدرجة الأولى. هذا معروف مشكلته مع الجمل، يعني مصطفى الجمل أعيدت. حتى صعود النصر من الدرجة الثانية للدرجة الأولى برضه فيه مشكلة، أعيدت المباراة ولا حضر نادي الاتحاد اللي هو فاز في المباراة الأولى، فصعد النصر أو صعدوا النصر درجة أولى. هذا فاستمر
نادي النصر مع مين؟ مع الأمير عبد الرحمن بن سعود. الأمير عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه كان رجل يعني جاء الحقيقة خدم النصر بذل من وقته ومن جهده، وهو وراء كل هالأشياء الموجودة كل من النصر لا حد ينكر دور عبد الرحمن بن سعود إطلاقا. هالفريق اللي كان فريق عملاق، فريق بطولات، يا ماجد عبد الله ويوسف خميس ويال الجوهر، يعني ما حد يعني عبد الرحمن بن سعود عمل نقله بالنسبة للفريق وبالنسبة حتى الجماهير حتى الشعبية ما جت إلا وقت عبد الرحمن بن سعود. كل هالجاعبين الكل وقت عبد الرحمن بن سعود، وكان فيه نجوم فعلا شدوا الجماهير نادي النصر ما تنكر الشيء ذا. بس احنا مش ولا حد احنا ما نقد نادي جماهيري، نادي له مكانته، لا نختلف، لكن مشكلته الا يبي يطلع على طول الاول في كل شيء. يبي يطلع بالبطولات، يبي يطلع بكل شيء. لا صح يعني يجب انه ولا هو بعيب انك يعني تبدا يعني التنافس ابو سعد كان كبير بين النصر والهلال، ليس على مستوى المجال الفني على ارض الملعب، ولكن حتى بين الاداريين وبين الصحفيين كان فيه تصاريح يعني نقول تصاريح ناريه يطلقها الامير عبد الرحمن بن سعود، تصاريح حدا يطلقها الجانب الهلالي خلف يعني في الكواليس. كيف كان علاقتك بالامير عبد الرحمن بن سعود بعيد عن التصاريح وبعيد عن على عن المنافسه في كره القدم؟ شوف عبد الرحمن بن سعود الله يرحمه، اتركها اللي يقول الجماهير وكلام الاعلاميين هالدخلاء على الوسط الرياضي وما يقال، احنا عايشنا مين؟ عبد الرحمن بن سعود. وانا لست واحد اللي عايشت عبد الرحمن بن سعود، وكلهم احياء موجودين. انت يا تركي سديري وخالد المالك ويوسف الكويريت، كل هذول كلهم من كبار الهلاليين والاعلاميين. كلهم علاقاتنا مع عبد الرحمن بن سعود. ليليا او شبه ليليا عند عبد الرحمن بن سعود. وإذا ما يجي هو يتصل يجيبه، واللي احنا ننتقد بغض النظر عن انتمائك رغم عن كل شيء والتنافس والنقد ننتقد عبد الرحمن بن سعود. تنتقدونه في الصباح وتعشون عنده في الليل؟ نتعشى عنده بالليل. شوف الرجل روح الرجل، صدقني الناس اللي يسمعون صحيح يحب ناديه، ولو ابنك ما تحب ناديه طبعا، لأنه هو مع الكيان، هو بقص الترزز وما ترزز. والدليل هذا اللي طلع نصر بطل بطولات وجاب هالجماهيرية عبد الرحمن بن سعود. ولو كان يعني همه نفسه بس هو البروز كان ترك النادي. لا هو الوحيد من رؤساء النادرين اللي تقريبا ما حد قبله في امر الشيء ذا الا عبد الرحمن بن سعيد الله يرحمه. اللي كان له هيبه وله مكانته وله بطولاته. هو نفسه عبد الرحمن بن سعود، لا احد ينكر اطلاقا جهد الامير عبد الرحمن بن سعود وتعامله مع الاعلاميين والهلاليين. هو الاعلام ما كان فيه النصر ما فيه اللي يمكن واحد ولا اثنين، محمد الدويش يعني مراسله يعني محرر في جريدة المدينة في المنطقة الغربية، ما كان في ذاك الإعلام بعد، يعني ممكن بدايات، ولكن الآن يبقى هو من أكبر الكتاب الآن يعني. لكن نادي ما حد تنكر لا بطولاته ولا تنقد، لكن عاد الأشياء الثانية. تحدثت أبو سعد عن شخصيتين، الأستاذ عبد الرحمن بن سعيد والأمير عبد الرحمن بن سعود، هل يعني أخذوا حقهم من التكريم الشخصيتين هذول؟ أبدا. نعم. عبد الرحمن بن سعود مير يعني النصراويين كانوا أوفياء وسموا الملعب باسم عبد الرحمن بن سعود ويستحق. لكن عبد الرحمن بن سعيد الخدمات اللي قدم للرياضة تحديدا في المنطقة الوسطى، واللي بذر من وقته ومن جهده إلى درجة أنه يعني كان في خلاف مع عائلته بسبب إيش؟ الكرة، تفهم نظرة المجتمع للكرة يعني في السابق، يعني ما حد يمكن يعمل شيء ذا. هذا الرجل اللي الآن مع الأسف لم يكرم لا من ناديه ولا من هذا المفروض. هذا أنت عبد الرحمن بن سعيد ما كرم حتى الآن من ناديه، وهذا يجب أنه يكون فيه ملعب، يكون استاد باسمه، يكون على الأقل حتى صالة باسمه، أو قاعة داخل النادي أو جائزة باسمه. هذا الرجل هو اللي وراه النادي، هو اللي كان يبذل من جيبه، اللي كان يروح حتى اللاعبين اللي كان يروحون في بيوتهم ويكافئهم، حتى في اعتزالتهم ما راحوا دعوه ولا قدموا له ولا بطاقه دعوه. يمكن فتره عبد الرحمن بن سعيد وتاسيس النادي الناس اتجه للتجاره، هو اتجه للرياضه لدعم شباب الوطن، يعني ما فكر حتى في تجاره، ما كان يحارب احدا، كان يدعم حتى الانديه. يجون عنده الانديه ويدعمهم يعطيهم. وناس يستلفون من عبد الرحمن بن سعيد الله يرحمه. مع الأندية كله، محبوب من الوسط الرياضي، رجل يعني شيء يعني أنا أستغرب
واحيانا ما نستغرب يعني انه كيف هذا ما يكرم من ادارات نادي. اذا عبر برنامجنا ابو سعاده توجه رساله للاداره الهلاليه ومحبين الهلال وجماهير الهلال بان ينظروا في طريقه كيف يتم تكريم هذه الشخصيه. والله شوف احنا كنا نتمنى يكون تكريم قبل الوفاه. احنا نتمنى يعني، وخاصه الامير نواف بن سعد يعني رجل يعني محبوب عند الجماهير الهلاليه، ورجل يعني فاضل، رجل محب للنادي، ويعني احنا يعني نتوسم فيه ان شاء الله وننتظر منه تكريم لهذا الرجل. نعم. ايه. والشيء الثاني اذا احنا ننتظر من الامير نواف بن سعد هو ايش؟ الاهتمام بالمركز الاعلامي. المركز الاعلامي هو صوت النادي. نعم. المركز الاعلامي الحقيقه في الفتره الاخيره صار اساءه لنادي الهلال. ما صار المركز الاعلامي هو صوت النادي. نعم. كل شيء يتعلق بالنادي وحلقة الوصل بين النادي وجمهوره. ومتكلم باسم النادي. نعم. لا، مركز الاعلامي تحول الى بوق للرئيس، بوق للمسؤولين في النادي، يحدد مداخلاتهم ومقابلاتهم ومناسباتهم وترك النادي. بس ابو سعد هذا مو في نادي الهلال بس، كل الانديه اصبحت المراكز الاعلاميه فيها. احنا ما نعم. لكن الهلال يختلف. الهلال يختلف. شعبيه الهلال، مكانه الهلال، مع ما يتعرض له الهلال. ومركز الاعلامي بس مجرد طلع بس في القنوات واللي طالع والله يصرح ولا ينسق، لا، ما طلع في يوم من الايام يرد على هالاكاذيب وهالتزوير ضد الهلال. نعم. في اشاعات للهلال ما سمعنا صوت المركز الاعلامي. نعم. أيضا. ما كان قوي. ما كان. نعم. قوي مشكلته، واحنا نطالب نواف باسم الجماهير الهلال. نعم. بحاجه الى مركز اعلامي قوي. الحمد لله النادي الوحيد اللي عنده اكثر من شخص يحملون درجات علميه، عندك فيصل ابو اثنين، عندك مثلا ماجد التويجري، طبعا ماجد غير ماجد المراسل، وعندك طال عمرك يعني فياض الشمري، وعندك يعني اعلاميين وين؟ مسكوهم الشيء ذا، هذول ما يفكرون، هذول ما صلحش الابواب، هذا تهمهم بالدرجه الاولى سمعتهم. نعم. وسمعت ناديهم. سمعتهم. نعم. وسمعت اول سمعات يعني نادي الهلال الان بالمركز الاعلامي بالمره، يعني في الاخير بالمره مركز اعلامي. ترى انه ضعيف. مو بضعيف وبس، الا اساء للهلال واعلام الهلال. نعم. اضف الى ذلك الاعلام. نعم. الاعلام الهلالي الان ما عاد ذاك الاعلام. انقسم الاعلام الهلالي. نعم. ما نسمع الان. وشخص يعني مع الاسف يعني شخص واحد هو اللي يعني حاسل مجموعه وسكت على الاخطاء. نعم. واوجد ناس مهمتهم بس التلميع. نعم. في الرئيس. وهذا. نعم. سبب. راح كان الهلال وين؟ كانت طال عمرك الاعلام لك كلمته الاعلام الهلالي. نعم. ما فيه ذا، ولا نعرف رئيس ولا نعرف عضو شرف ولا نعرف ملاحق، كنا مع هالكيان. الجمهور هو اللي صاحب الكلمة. إيه 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 كلها بدل. أضف إلى ذلك يعني غير كذا أنك أنت يا الإعلامي ما تنظر والله أنك تقول والله مصلحة الشخصية، لا. نعم. عندك هال إيش هالكيان فقط. جميل. هذا اللي يعني من الشيء ذا. لكن الآن مع الأسف يعني صار الآن خلافات، وصاروا الآن بعيدين عن النادي، وصار النادي بعيد عن الإعلاميين، ولا عاد فيه يعني حتى يعني الجماهير. النادي الوحيد مع الأسف اللي كان مفتوح ملعبه الآن كم شبك 3 متر علشان الجماهير ما تدخل، شبك عشان يملأ جماهير الهلال. في السابق كان في حوار مباشر بين الإدارة. هذا الشيء ذا. إيه. لكن حنا الشبك وما الشبك والديون والمراكز والابواق هذه نقول نتمنى ان شاء الله انها انتهت ان شاء الله. نعم. ولا تعود ان شاء الله. جميل. ابو سعد، عام 1399 او 1400 تقريبا الهلال حقق شهره عالميه يعني من خلال تعاقده مع صفقه ما كانت متوقعه ابدا في ذلك الوقت، نجم عالمي بحجم ريفيلينو كان لاعب اساسي في منتخب البرازيل اللي شارك في نهائيات كاس العالم. كيف كانت قصه هذا التعاقد وماذا اضافت لنادي الهلال؟ والله هذا اقول اللي يسمونهم زمن الطيبين. نعم. والزمن الجميل. الزمن اللي يكون هذا كان بدايات الهلال. نعم. مع التعاقدات الخارجية يعني. مع البداية يعني هو النادي الوحيد اللي وفق فيه نجم مشهور. نعم. له قيمته ومكانته. وفعلا غير واستفاد من الهلال، مو بس في نتائجه، استفاد حتى فنياته بالنسبة للاعبين اللي معاه. نعم. مش ذا لاعب. وبعدين هذا يذكرنا ايضا بالرجال المحبين للنادي. للنادي. نعم.
حتى أكثرهم بعضهم إلى الآن الجماهير ما يدرون عنهم. وليس لتحقيق بجد شخصي. ولا يدرون ولا يدرون ليش؟ لأنهم اللي جابوا اللاعب هذا. نعم. وتعاقدوا معه. بعد ريفالينو طبعاً له كانت مفاجأة. مفاجأة. نعم. مفاجأة وتغير عليه ضد الفريق، تغير كل شيء في نتائجه في بطولاته. لاعب عالمي. لاعب عالمي. واستمر إلى الآن يعني بعض أقواله وبعض يعني تسديدات إلى الآن. إيه الآن وين يسمون يعني وين؟ يمكن استفادوا نجوم سعوديين استفادوا من تواجد ريفالينو. استفادوا السعوديين وتحديدا نادي الهلال. نعم. يعني مش إذا يعني كانوا إيش إلى الآن يرددون كم الآن من كم سنة إلى ذيل يعني عندك هدف المدرعات كان فيه إعلان في المدرعات اللي شات الكرة منه بنص الملعب وسجلها جول فيه طبعا في مرمى النصر بعد يمكن يزعلون اللي قلنا في مرمى النصر ثم الهدف المدرعات تفضل بعد يعني ريفالينو مع الأسف يعني كان استمر التعاقد مع لاعبين نجوم الهلال حتى المدربين مع الموين مدربين مع سجال ومع كندير ومع مدربين طلعوا نجوم طلعوا مانيلي مالي وين روشتش كلها نجوم طلعوا نجوم لاعبين منين جوك النجوم؟ منين جاك يوسف ثنيان؟ من جاك صالح النعيمه؟ من جاك عيال التمياط؟ من جوك حسين البيشي؟ من البيشي من داخل النادي من داخل النادي شو من النادي؟ نعم عكس الان الان وين؟ رجيع الانديه الهلال بدل الانديه تنتظر اخر الموسم علشان يهديهم مثلا منسقينه هم صاروا ايش ينتظرون منسقين الانديه ورجيع الانديه واي لاعب لو كان احتياط يسجل في مرمى الهلال هدف يتعاقدون مع الهلال مؤشر ما هو طيب مو طيب نعم. طيب رجيع كتأكيد على كلامك ابو سعد الظهير الايمن في نادي الهلال كان متميز فيها احمد الدوخي بعد انتقال نادي الاتحاد عانى الهلال في هذه الخانه سنوات طويله حتى حضر البريك الان يعني بدا يسد الفراغ في هذه الخانه يعني سنوات طويلة يعجز الهلال عن سد هذه الخانة نادي كبير ولديه درجة شباب وناشئ أولمبي لم يشغل هذه الخانة أحد أبد ما يشغل هذا تقريبا في الموسم اللي انتقل فيه أحمد الدوخي نعم. هذاك موسم إيش الانحدار الهلالي خلنا نكون واقعيين مو بأحمد الدوخي وبس عشان شوف كيف الفرق بين الولاء للكيان والفرق بين إيش للنظر للشخصية أو ليش محاولة إضعاف الشخص واللي بعده اتركنا من أحمد من نقل أحمد بهجت نجم سرجينو من نقل سرجينو للاتحاد كلهم راحوا للاتحاد كندينو أحسن مدرب من اللي نقله من الهلال نفس الهلالي نفس الهلالي اللي هو استمر هالمشوار مع الأسف كل واحد إيش والضحية النادي ما عاد في ذاك الولاء للهلال اللي دار. صارت الآن كل شيء يجي الواحد يبحث عن الشهرة يا خالد نعم. يبحث عن إيش تنمي نفسه يجي يشتهر ولا يقدم أبدا حتى لأخذ قام يتغنى بالبطولات ما اختلفنا نعم متأكد كلامك أبو سعد في السابق كان ما يدخل عضو في مجالس إدارة النادي سواء الهلال أو غيره أو حتى رئيس النادي كانوا محبين ويدفعون من جيبهم الخاص ولا يكون هدفهم شهرة الآن تغير الوضع يعني في بعض الأشخاص أو الشخصيات غير معروفة يمكنها صاحبة نفوذ مالي يمكنها صاحبة نفوذ آخر ولكن غير معروفة بسبب عدم دخولها الرياضة الآن يدخلون من أجل الشهرة يحقق الشهرة ويغادر هذا الشيء كان في الماضي ليش الهلال يحقق بطولات وليش ما في مشاكل ليش النجوم الهلال ليش الهلال يأخذ عنده من نفس مدرسة الهلال نفس ما يروح يحتاج لأي نادي هو يعطي الأندية ليش كله من بعض المسؤولين مع الأسف عندما يجي نفسه بس يجي أنه كيف يشتهر يجي كان في الماضي رئيس النادي اختار ايش مجلس اداره من نفس المعروفين عند الجماهير من نفس النادي اللي خدموا النادي اللي خدموا النادي عشان تستفيد منهم من خبرتهم الان لما يجيك رئيس يجيب حاشيته معه حتى مركز الاعلام يجيبه معه حتى منصب نائب الرئيس اصبح منصب غير مهم للنادي بسبب محسوبيات الان بالنسبه له الان شيء غير معقول الآن عندك مثلاً عندك فواز المشعد عندك صالح العيمة عندك أسماء كثيرين يعني بإمكانك تجيبه مثلاً مسؤول في النادي معك مدير عام النادي يصير مسؤول عن الفريق على أقل تقدير مستشارين بالإدارة يعني مش ذا هذا الآن يعني مع الأسف حتى صار يبحثون بس عن الشهرة ومع الشهرة لين شبع شهرة ها وشبع من جهة أخرى طلع من نادي مديون مغرقة بديون مديون الهلال
الهلال ما كان مديون ولا بدون رعاه بدون شيء الهلال. الهلال كان أعضاء شرف المحبين اللي راحوا وبقى حقين المترززين. ما كان الآن 16 شركة ترعى الهلال ويطلع مديون ب 150 مليون ويطلب قرض من البنك ب 40 مليون قرض وخمسة أشهر ما استلموا العاملين ومسكتين. في أشياء اسكت وبسكر استلوا هذا البرازيلي قبل مباراة النصر بخمسة ملايين لو ما سدد اتحاد القدم سلفة عن الإدارة كان سحبة نقاط الهلال ما سددوا فيفا جاء واحتج عليهم راح اتحاد الكرة يدفع الهلال يروح ياخذ قرض من البنوك متى صارت ذي لكن لا نستغرب انت تقصد وش فايدة ما نستغرب لا القروض ولا الديون ما دام الرئيس النادي يترك النادي وهو مديون بالملايين وتجي تحرج وتتكلم النادي مديون 81 اللي بيدفع 81 يجي ترى وش ذا ماذا ما صارت هذا الهلال هذا نادي ذا ولا مؤسسة خاصة لك تعال شرط طيب تعال أحد سأل وين راحت ال 81 مليون بعد 21 يوم طلعت 150 مليون أحد حاسب يلا راح ولا أحد حاسب والحال ينطبق على أندية أخرى أيضا يعني ما يعني الهلال وأنا أقول نواف بن سعد الناس يتمنوا بن سعد وبداية طيب الآن خذ بطولة أو بطولتين في الأولمبي والشي ذا إحنا إيش يجب على الأمير نواف بن سعد أن يكون لقاء مع الإعلاميين الهلاليين ومع الجماهير الهلالية ويشيل الشبك ويوجد مركز إعلامي يخدم الهلال ولا يخدم الأشخاص مركز إعلامي مر على الهلال نقطة سوداء بتاريخ الهلال مركز أسال الهلال وسال سمعة الهلال نعم أبو سعد وأنت شاهد على العصر في الرياضة السعودية أيضا هناك قضية خلافية في المجتمع الرياضي بطولات الأندية للأسف بدأنا نسمع الآن كل نادي أصبح يحط رقم ومسؤول آخر يحط رقم آخر ومسؤول آخر يحط رقم ثالث الأرقام غير واضحة والاتحاد السعودي مقصر في هذا الجانب عندك إحصائية معينة خاصة للأندية الكبار الهلال النصر الاتحاد الأهلي الشباب عندك إحصائية بحكم أنك مؤرخ رياضي شوف بطولات بطولات الأندية بطولات الأندية كل واحد معايش يعرف ما فيه مشجع سعودي ما يعرف بطولات ناديه الا ناديين حتى جماهيرهم في اكثر من لقاءات معهم على الهواء كل واحد يجيب رقم من عنده يختلفون الا الهلال وطلع في القنوات على كلهم يجمعون على بطولات الهلال اللي 57 بطوله ما فيها شك لكن تجي مثلا نادي من 23 بطوله إلى 64 بطولة واحد وين ده أضف إلى ذلك نفس الشيء 46 بطولة عندك مثلا من 24 بطولة إلى 46 بطولة ويصادق عليها اتحاد الكرة مع الأسف المسؤول منه اتحاد الكرة هذا ما يبي لما يجوا اللجان الآن بيجوا من اللجان كم أول ما شكوا طلعت أسماهم صفحة كاملة أنا قلت له خريجين ذولا جامعة ولا وش ذا الأسماء ذا البيان ما صدقت يوم خمسة قلت وين ذولا ذا يوم خذ ليش عشان إيش هذا اللجنة اللي بيش يوثقون التاريخ 45 وين دي 45 حرب هي ولا 45 يا أخي واحد مؤرخ جيب واحد في الأرشيف رعاية الشباب يؤرخ لك ما معروف تاريخ الأندية لكن أنت اللي تغالط أنت تاريخ ثاني شيء يطلع لك واحد غير معروف بالوسط الرياضي يا أخي في مسابقات العمال أرامكو عمال أرامكو طبعا يعملون مسميات صدق فريق عمال في أرامكو فايز بكأس المؤسس قبل 80 سنة هذا مؤرخ له بس لأن الهلال فايز بكأس المؤسس كان دورة داخلية في الشركة كأس المؤسس قبل 80 سنة الفريق عمال شركة أرامكو يصير كأس المؤسس هذا ما هو بس يمنع ذا يعاقب ذا هذا يعاقب وبعدين هل اللي دخل وقال هالكلام كذا اصلا هو ما طلع باسمه الصريح امامه وشون الحين انت شلون مؤرخ ولا حد يعرف اسمك طالع باسم غير اسمك وانت مؤرخ فوضى لكن هنا تقع اللائمه على مين على الاتحاد ما اقدر اقول شيء ايش مثل ما يقولون العوام ما في الحم ضحك خلينا نسكت طبعا رايك يهمنا ابو سعد
انت اعطيتني احصائيه ذكرت ان الهلال له 57 بطوله والاتحاد 33 نعم. الاهلي 30 والنصر 24 نعم. الشباب 23 والاتفاق نعم. 13 طبعا احنا نسجل حلقه في عام 1437 نعم. اثناء لعب منافسات دوري عبد اللطيف جميل نعم. هذه الاحصائيه اللي, نعم. اللي, اللي انت الان تعترف بها هذه البطولات واقوله امام المشاهدين وفي نعم. قناتنا الوطنيه السعوديه اقولها الان وبصوت مسموع مستعد اجلس بالرئاسه مستعد نجلس في اتحاد الكرة نعم. مستعد نجلس في أي قناة يبون نعم. وأثبت الشيء ذا وبلا يوفرون المشوار على 45 45 حتى لو راحوا مثلا بيوثقون مو بمكافآتهم بعد 45 سنة إذا كان الحكم بعد سنتين يعطى مكافأته نعم. هذا الظاهر ما هو بمكافآت فأنا بريحهم من كل شيء من المكافآت وبأكد وبأثبت في أي مكان أن هذه هي البطولات الأندية الرسمية نعم. أما بطولات يعني هذا الدخل على الوسط الرياضي ولا اصبح مؤرخين ولا شو مؤرخ كنت انت معروف ايش مؤرخ انا ما اتكلم عن نفسي يشرفني اني عايش بالوسط الرياضي لكن كل واحد رياضي يعرف عبد الرحمن كيف تكون مؤرخ وانت ما عشت الحدث نعم. نعم طيب ابو سعد هذه الايام يعني السنوات الاخيره ظواهر رياضيه للاسف يعني خطيره جدا نعيشها الاتحاد السعودي لكره القدم يهان اللاعب السعودي اصبح يتهرب من المشاركه مع المنتخب باسباب مختلفه واخرتها في التشكيله الاخيره كان هناك 6 لاعبين 3 لم يحضروا 3 ادعوا الاصابه ايضا اللاعب اصبح يلعب من اجل الماده ومن اجل العقود ولا يلعب من اجل ولا يقدم الروح للمنتخب او الروح لناديه التحكيم السعودي اصبح تحكيم مهان الكل يتمنى ان يكون في مباراه حكم اجنبي حتى ان بعض الانديه تخاطب انديه اخرى من اجل طلب حكم اجنبي اذا انتهت المرات المسموح بها في التعاقد مع حكم اجنبي كيف تفسر هذه الظواهر والله الحقيقه يعني الأسئلة ذي كل محب وهم كثير لهذا الوطن نعم. يتمنون أن هذا الأسئلة تطرح في اللقاءات نعم. في قنواتنا وتعالج مثل هذه الأشياء لأن هذه اللي فيها مصلحة الرياضة السعودية ومصلحة الأندية ومصلحة حتى الجماهير ومصلحة الحكم السعودي نعم. احنا مع الأسف احنا مع الأسف ما في عندنا خطط مستقبلية السنة الجاية من بيع نعم. لا السنة الجاية عندنا كيف من ناحية الحكام من ناحية مثلا موضوع الاحتراف من ناحية المسابقات ما احنا دارين اي شيء من نعم. كل سنة يطلعنا لجنة جديدة كل سنة حتى ايش نعم. اعضاء اتحاد واللي كلها ترجع وين مثل ما قلت انه اي ادارة من رئيسها نعم. كل الاشياء من مسؤولية مين مسؤولية الرئاسة واتحاد كرة القدم نعم. صح ولا لا ومسؤولية الاندية نعم. طيب صح ولا لا اذا اتحادات خلنا والله كلنا نعم والله كلنا نحترم حتى اللي يقدر واللي يدعم نحترمهم بس احنا مشكلتنا احنا يعني ما نتكلم بصراحة ما ادري ليش نتردد في شيء مصلحة احنا ما احنا ضد اشخاص ولا شيء لا احنا لا نتكلم عن مصلحة عامة وانت اذا كانك مسؤول ولا تقبل النقد خليك عند امك في بيتك ولا حد يقول لك شيء لكن لما تطلع انت امام نص مسؤول من حقنا ننتقدك نعم صحيح من حقنا ننتقدك صح ولا لا نعم. اتحاد كرة القدم مع الأسف ما فيهم هالمجموعة إنسان تقول والله هذا للتاريخ وعايش ويتكلم للصوت حتى اللي يبعد ويطرد من ناديه يروح عضو في اتحاد كرة القدم أور شفت غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه يعني أنت الحين اتحاد كرة القدم والأندية مو مسؤولين عن 3/4 الشعب السعودي تقريبا نعم. يعني 75% كلهم شباب وشابات نعم. صح ولا لا والنشاط الرياضي مهم الكثير خلنا نكون نعم. واقعيين ونكون دقيقين لما واحدة امرأة مسنة بتتقدم تطلب فراشة في مدرسة تجلس نعم. شهر ويدرون ملفها نعم. حسن سيرة وسلوك خلو سوابق نظام هذا نظام ذا وبعدين تقدم هذه وين هي مسؤولة اللي عن تنظيم بس لكن المسؤولين عن هذا لا يجي يدخل نعم. ما يجيب أبدا ما له ملف المفروض هذا يجيب له ملف متكامل مو بس مؤهله بس هو مجلا جيب تجارته نعم. انه عنده صندقة عقار ولا عنده مطعم ولا عنده هذا لكلهم اللي يضحكون علينا هم ياخذون تذاكر من الاتحاد ومن رعاية الشباب ما في واحد حتى تذكرته ما ياخذها من الشيء ذا نعم. قبل ما يجون المسؤولين عن هالشباب سواء بالانديه وش معيه وهي جهه رسميه رعاية الشباب جهه رسميه نعم. الانديه عندي حكوميه ليش هالمسؤول هالرئيس وغيره ما يجيب ملف ويصير له ملف
لما يشط يكون جامعي، نعم. هل هو حسن سيره والسلوك؟ كل واحد معرض للخطا، ما في احد معرض، خاصه انه دخل في 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 في, في مجتمع مهم للشباب. يجب انك طال عمرك تكون في مستوى الثقه، ضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لا احنا لا، بالعكس احنا بالعكس، انت فاشل في نادي فاشل، نعم. وشبه مبعد تروح قيادي، وش الكلام ده؟ تبعد ايضا من رئيس تروح عضو في اتحاد الكره. ثاني شيء تجي اتحاد الكره، اتحاد الكرة المسؤول عنه، يعني تجي توثق وتصادق على بطولات مزورة، وش تنتظر منها؟ صح ولا لا؟ نعم. أنا بحاجة إلى يعني خاصة نتكلم عن رؤساء الأندية الكبيرة، ولا ما احنا عندنا رؤساء، نعم. في الأندية عندنا 170 نادي تقريبا، نعم. في مخير بركة، يعني من جوب يدفعون، ولا أحد يشكك لك أن الرؤساء معينين المسؤولين لأصحاب الجماهيرية، نعم. كذا ولا لا؟ أنهم إيش الآن في الفترة الأخيرة لأنفسهم، نعم. ولدرجة أن ما حد يقدر يشيلها من كرسية، نعم. خلاص ما بقي إلا مؤسسة فلان من فلان. وين الرئاسة؟ وين اتحاد كرة القدم؟ يجب اتحاد كرة القدم يتحرك، يجب أن الرئاسة أنها تتحرك، يجب يكون لها دور. بالنسبة حتى الآن اللي موجود في الملاعب واللي موجود في الأندية، من ناحية التحكيم، من ناحية الحكم، عندنا حكام، والله حكام يعني من خيرة الحكام، نعم. بس ما حد وثق فيهم. نحتاج لما نيجي واحد متعصب ضد نادي يجي يشتم بهالحكم، خلاص كل الأندية صارت ايش ضد هالحكم. لا، يجب ان يكون فيه لجنة قوية، غير لجنة لجنة قوية تحاسب الحكم عشان يستقيم الحكم وعشان يحافظ على سمعته. ونغتلي ونجي يا اخي، ما هو يا اخي المملكة العربية السعودية سمعتها، مباراتنا النهائية الملك يسلم ميداليه لحكم اجنبي وياخذ فلوسك كاش بالمطار، وهذا اربع سنوات ويراجع الرئاسه عشان يعني حرام الحكم المحلي. كيف شلون تشجع؟ يحرم من هذا الشرف. وشلون يعني تشجع؟ اضف الى ذاك المدربين يا خالد، عندك مدربين، عندك الزياني، عندك الخراشي، عندك القروني، جابوا بطولات على مستوى الناشئين وعلى مستوى المنتخبات، مستخبى ولا حد زيت جمدهم، يجيبون انصاف مدربين، نعم. ويتنقلون بعد مع هذا، مو بنادي واحد تطرده مثلا من جازان يروح لنجران، يروح من نجران يروح للرياض، يدور على انديه. نعم. ابو سعد، قبل ان اختم معك الجزء الاول من هذه الحلقه واللي تحدثنا فيها على الجانب الرياضي، انا لاحظك في كل لقاءاتك حريص انك ترتدي الثوب الازرق والغتره البيضاء، حتى السبحه ازرق وبيض. يعني هل تريد ان تثبت على الهواء بانك عاشق لنادي الهلال من خلال هذه الالوان؟ لا، هو شيء انا ماني بنا بحاجه، انا اني انا عشان اثبت، نعم. عشقي للهلال. يعني عضو في أول مجلس إدارة، معروف بأنك داعم للهلال، يعني تشجيع الهلال يعني شيء يتمنى كل رياضي أنه يشجعها النادي الكبير، نعم. أضف إلى ذلك، وهذا يشرفني وأنا سعيد، شخص واحد اللي يشرفني اللي هو جماهير الهلال، نعم. يعرفون السماري من بداية الحركة الرياضية، نعم. أنه أنا مع هالنادي، مع هالكيان، أما والله يعني قولتني يعني ألبس الأزرق يعني في كل دول العالم، بكل دول العالم، مو عندنا بالمملكة، نعم. حنا الألوان عندنا ما جاتنا للألف الأخير، ما نعرف الأربع ألوان هالحين كم في كل أنحاء العالم. لما تيجي الدول الراقية في أمريكا في أوروبا تجي إن وضعت ملابسهم بلوزاتهم لنا زرق وبيضة، شباب إن جيت بناتهم كذا لأن عيونهم زرق، عدسات ما في عدسات صفراء ولا عدسات حمراء، هذا يعني بلفت المول اني هلالي. لكن بعض الناس والمسؤولين انا اقول هلالي وافتخر اني هلالي، نعم. لكن لا تحاسبني على اساس اذا كان هلالي، هل اعلامي الهلالي حاسب على كلامه؟ هل الاعلامي الهلاليين صادقين ولا احنا ما عندنا لف ولا والله تزوير اطلاقا؟ الهلالي هم سمعته بالدرجه الاولى، لا يمكن اطلاقا نظم حق نادي او نكذب او نزوي اطلاق بطوله اطلاقا. ولهذا احنا بالنسبه للهلاليين الحمد لله يعني صادقين دائما واوفياء، صحيح ان صريحين بنقدنا وصحيح، لكن ايش يمكن احنا الهلالي لا يمكن تجيب له واحد اور تقول 6-6، اي يمكن يسكت على الاخطاء، يعني نعم. مشينا نعم. نشكرك في نهايه الجزء الاول من هذه الحلقه ابو سعد، واللي تحدثنا فيها عن ذكرياتك مع الشان الرياضي في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام ومنطقه الرياض ونادي الهلال بشكل خاص. سيكون لنا معك لقاء اخر حول الأستاذ عبد الرحمن السماري الإعلامي. شكرا لك أبو سعد. يا هلا والله وسهلا، وشكرا، وأنا سعيد الحقيقة مرة أخرى بزيارتكم، ونتمنى إن شاء الله أن المشاهد يعني
يستفيد مما قلنا إن شاء الله سواء في الحلقة هذه وفي الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب وحسن المتابعة. كان معكم من التقديم خالد السعيد ومن الإعداد محمد الدوسري. حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة في الأسبوع القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.